وقفة مع أخبار المال والأعمال وفاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. شكرا ناصح الناجي، شكرا نادينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. بحثت مصر والصومال أوجه التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات والاستزراع السمكي، وخلال لقاء مع وزير الثروة السمكية الصومالي أحمد حسن آدم، أشار وزير الزراعة السيد القصير إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى نقل الخبرة المصرية في تأهيل الكوادر الصومالية للعمل في تصدير الأسماك وحماية الشواطئ. في أسواق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب إلى 1753 دولار و95 سنت للأوقية، محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 1106 جنيهات، أما عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 1290 جنيه، بالنسبة لعيار 24 سجل نحو 1474 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 10320 جنيه. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مسجلة الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين ومزيد من الإجراءات لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية. بلغ سعر مزيج برنت نحو 87 دولار و62 سنت لكل برميل، منخفضا بنسبة 2.4%، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 80 دولار و8 سنتات للبرميل، منخفضا نحو 1.91%. صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 14%، لتصل إلى 3 دولارات و4 سنتات للتر. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% لتسجل نحو 6 دولارات و3 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة عدم الاستمرار في الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للموازنة، مشددا على وضع مكافحة الفساد الإداري والمالي في مقدمة الأولويات. وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن رؤية الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تأخيرها في ظل تردي وعدم فعالية مختلف القطاعات المحركة للاقتصاد والمتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة. تعهد زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبك بالحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يستند إلى قواعد. أضاف قادة التكتل المكون من 21 دولة في الإعلان الختامي لقمتهم التي استمرت يومين في بانكوك أنهم يدركون الحاجة إلى مزيد من الجهود المكثفة لمواجهة تحديات مثل ارتفاع التضخم والأمن الغذائي وتغير المناخ والكوارث الطبيعية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.